في يعني تقدم بنلاحظه في ملف إدارة المخلفات بكل أنواعها الإلكترونية والصلبة والعضوية أيضا، وده بالتزامن مع قرار قانون المخلفات الجديدة اللي حول المخلفات من أزمة لمصدر دخل حقيقي وكمان طاقة من خلال منظومة يعني هيكلمنا عنها بالتفصيل الرئيس جهاز إدارة المخلفات بوزارة البيئة الدكتور طارق العربي. صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا فندم، ازي حضرتك؟ وصباح الخير على جميع المشاهدين. دكتور، في البداية عاوزين نعرف من حضرتك أهم الفرص الاستثمارية اللي بيشهدها قطاع المخلفات في مصر. احنا طبعا كجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وزي ما سعادتك أشرت، صدر قانون لتنظيم إدارة المخلفات منوط بينا إدارة جميع أنواع المخلفات. في مخلفات خطرة وغير خطرة. ايه المخلفات الغير خطره اللي احنا بنتكلم فيها؟ زي المخلفات البلديه الصلبه اللي بتنتج من الافراد، مخلفات زراعيه، مخلفات هدم وبنى، مخلفات صناعيه غير خطره. مزبوط. وفي مخلفات خطره زي الطبيه والالكترونيه والبتروليه والكيماويه، وبندير كمان المواد الخطره والمنتجات البلاستيكيه احاديه الاستخدام زي اللي لما باجي اتكلم على الاداره المتكامله للمخلفات، هي العمليات كلها اللي بعملها على المخلفات، بدايه من الجمع والنقل والتخزين والتدوير والتخلص النهائي الامن. لكن بقى المراحل اللي انا بديرها دي هي دي الفرص الاستثماريه موجوده فيها. مش كل مرحله من المراحل ديت ليها قيمه ايجابيه. صحيح. في حاجات ليها قيمه سلبيه، يعني مثلا لو اجي اقول جمع المخلفات ونظافه الشوارع، دي قيمه سلبيه، دي لازم ادفع فيها، بس محتاج طبعا المستثمرين لاداء الخدمات فيها. وفي مراحل ليها قيمة إيجابية زي تدوير المخلفات. صحيح. وتدوير المخلفات طبعا عندنا، لو أنا مسكت المخلفات البلدية الصلبة، عندي كذا نوع من أنواع تكنولوجيا تدوير المخلفات. في التدوير أو المعالجة الميكانيكية البيولوجية اللي بيطلع منها سماد بستخدمه لتسميد التربة، وبيطلع منها وقود بديل بقدر استخدمه في مصانع الأسمنت. وطبعا في طلب كبير قوي دلوقتي عليه نتيجه ارتفاع اسعار الطاقه زي الفحم والغاز. طبعا عندنا في مصر، عندي دلوقتي حوالي 36 فرصه استثماريه في كافه محافظات الجمهوريه. عندي برضو طريقه ثانيه لمعالجه المخلفات، وهي تحويل المخلفات لطاقه كهربائيه. طيب طبعا دكتور خلينا بس يعني نركز اكتر على الفرص الاستثماريه علشان خاطر يعني السادة المتابعين لنا، لو في حد عاوز يستثمر في هذه يعني القطاع او في هذا القطاع تحديدا، يبقى عنده دراية بالخيارات المتاحة امامه. تمام. يعني في الموضوع تحويل المخلفات لطاقة، انا عندي 16 فرصة استثمارية في الموضوع دوت. عندي كمان فرص استثمارية في واحدة في تحويل المخلفات لهيدروجين أخضر أو أمونيا خضراء. ده المشروع الوحيد اللي موجود. هو طبعا احنا بنولد الهيدروجين من المية، ده المشروع الوحيد اللي هيولد الهيدروجين من المخلفات. طبعا عشان حاجة زي ده، ايه التقنية اللي هيتم استخدامها في ده؟ نعم يا فندم. يعني التدوير او توليد الهيدروجين الاخضر تحديدا بيبقى من خلال شطر جزيئات المياه بالكهرباء وبينتج الهيدروجين، لكن هنا في الخاص بالمخلفات هيتم ازاي؟ هيتم فعل استخدام المخلفات وتوليد الهيدروجين عن طريق عمليات كيميائيه وتحويليه بينتج منها الهيدروجين اللي هو طبعا بيستخدم كوقود. طبعا عشان ادعم المنظومه ديت لازم يبقى في حوافز للمستثمرين عشان نقدر نجذبهم. تم بالفعل اقرار ان مشاريع الاداره المتكامله للمخلفات تستحق انها تاخد جميع حوافز الاستثمار اللي موجوده في قانون الاستثمار. عندي برضو بالاضافه، مش الفرص ديت بس في مجال المخلفات البلديه الصلبه، يعني مجال برضو تحويل الحمأة اللي هي ناتجه من محطات معالجه الصرف الصحي. دي برضو بيبقى في مشاريع، عندنا مشاريع كتيره ليها لتحويلها لطاقه، زائد برضو استخدام الحمأة المتبقيه منها كوقود بديل. المخلفات الزراعيه طبعا احنا عارفين في شويه مخلفات زراعيه او زي ما بنطلق عليها متبقيات زراعيه بتستخدم كعلف
حيواني، لكن في متبقيات تانية تم دراسة القيمة الحرارية بتاعتها بواسطة مصنعين الأسمنت، ووجدنا أن هي القيمة الحرارية بتاعتها طيب عالية. سؤالي الأخير لحضرتك يا دكتور، إمتى هذه الفرص الاستثمارية هتكون متاحة أمام المواطنين للدخول فيها؟ إحنا بإذن الله كده هو في خلال شهرين على الأكثر هيكون في خريطة استثمارية موجودة لمصر كلها، بحيث أن كل نوع من أنواع المخلفات إحنا محتاجين كام فرصة في الأماكن بتاعتها موجودة فين. طبعا زي ما بنقول كده هو المستثمر بيجي بنكون محددين المكان دوت، وصدر له في بعض الأماكن صدر لها موافقات مبدئية، بنضمن له نموذج الأعمال العادل، بنقعد نحسب معاه السعر العادل اللي هو يقدر ياخده، بنضمن له كمية مخلفات لازم تدخله يعني إذن يا دكتور الفرصة متاحة أمام الجميع، ويبقى الخيار يعني أمامهم سواء كان رغبة في الدخول من عدمه. بنشكر حضرتك الدكتور طارق العربي، رئيس جهاز إدارة المخلفات بوزارة البيئة.